في رمضان تلتقون مع الدكتور عمرو الليفي، الكاتب محمد الشبه، والممثل القدير أحمد صيام، المخرج تامر حسني في رمضان المصري. رمضان المصري أصلي وحصري فقط على إذاعة الشرق الأوسط. وبعد ليلة طويلة من ليالي رمضان، فجأة صحي مولانا السلطان زهقان وقعد يناجي على الوزير عرفان: يا عرفان يا عرفان، ما تشغل لنا يا أخي فيلم مرجان أحمد مرجان. والحقيقة مولانا كان راجل فنان بيفهم في السيما والتشخيص وبيحب أفلام زمان، وكان كمان بيعزف على الربابة والكمان. إيه يا رمضان، كفاية ولا أقول كمان؟ لا لا كفاية أرجوك، لا أنت والسلطان بتاعك ده هتجيبولي جنان. بزبدك مين اللي أقنع مولاك إنه يتفرج على مرجان أحمد مرجان؟ احنا مش قلنا امبارح اننا هنحكي عن بين القصرين والسكريه وقصر الشوق؟ يا الافلام دي بذمتك بتاع حسن الامام ولا بطوله عادل امام؟ يا عم رمضان ما تدقش، تلاقي بس الجماعه في قصر السلطان الاون ما عندهمش الافلام دي، فعملوا لها داونلود لفيلم مرجان على فلاشه وكل شويه شغلوه عشان ايه يلهوه. المهم كلمنا انت بقى عن المنطقه اللي كتب عنها نجيب محفوظ اعظم اعماله. شوف يا سيدي، انت هتقدر تقول كده ان عمنا نجيب محفوظ هو اللي أحيا حي الجمالية واداله عمر تاني في رواياته اللي كتبها عن الحي التاريخي ده، وعن حاراته وبيوته ومحلاته وتجاره وأفندياته وستاته وتلامذته وبناته وكل الناس دي. نجيب محفوظ عمورة ما كانش بس أديب كبير، لا ده كان مؤرخ اجتماعي كمان، وصف حياة الناس في الجمالية كلها من أول شارع بيت القاضي اللي اتولد فيه وشارع النحاسين اللي بيوديك على بين القصرين وبيوت منطقة السكرية لغاية زقاق المداء الشهير اللي عاش فيه ياسين أكبر أبناء السيد أحمد عبد الجواد أجمل أيام شبابه. أنا اللي أعرفه أن معظم الشخصيات اللي كتب عنها نجيب محفوظ في رواياته كانت شخصيات حقيقية من لحم ودم وعاشت فعلا في الجمالية وخان الخليلي، لكن بأسماء تانية. وانا سمعت نجيب محفوظ مره وهو بيحكي ان زبيده العلمه اللي عملت دورها مها صبري وزنوبه اللي عملت شخصيتها باختدار ناديه لطفي كانوا شخصيات حقيقيه، وان العلمه في الزمن ده كان ليها شنه ورنه في المجتمع. طبعا، وانت بقى لو عايز تعرف التاريخ الحقيقي للشعب المصري من بدايات القرن اللي فات لازم تقرا نجيب محفوظ. وعلى فكره لجنه جائزه نوبل نفسها قالت كلامي ده وهي بتدي لعم نجيب الجائزه. قالت ايه بقى؟ قالت انه حط ايده في رواياته على مفاتيح الشخصية المصرية، وانه عرف العالم على دهاليز واسرار الروح المصرية الاصلية زي ما قال رمضان المصري. شوف، تعرف ان نصيتي واصل لغاية نوبل. بقى لجنة جائزة نوبل اقتبست كلامك يا رمضان وقالت دهاليز الروح المصرية، بذمتك في حد يقول دهاليز وهو بيسلم للراجل اعظم جائزة في العالم؟ يا راجل حرام عليك، ده انا هدعي لك والله في السيدة نفيسة. ربنا يهديك يا رمضان يا ابن ام رمضان. السيدة نفيسة، الله عليك الله عليك يا حبيب ولديك، فكرتني يا عمورة بالسيدة نفيسة والسيدة زينب وبمساجد مصر العظيمة الرفاعي والسلطان حسن. يا اخي دي اجمل نفحات وبركات رمضان بتكون هناك عند الحبايب واصحاب المقامات دول. ده انا كنت عايز احكي لك بقى عن ستنا زينب اول ما جت مصر عملت ايه، والجامع بتاعها ده مين اللي بناه، وكان قدامك. استنى يا رمضان، بكره نحكي الحكايه وفي نفس الميعاد نكمل الروايه مع رمضان المصري اصلي وحصري، بس ايه، على اذاعه الشرق الاوسط.